أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا شريك له، لا إله إلا هو، إليه النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك، لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم ما أصبح بي وبالمسلمين من نعمة فمنك وحدك، لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم نحمدك حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد على ما أعطيت، لك الحمد على ما هديت، لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة. لك الحمد يا رب حمدا طيبا مباركا فيه. لك اللهم يا رب حمدا لا ينتهي أبدا ولا ينقرض سرمدا. اللهم إنا نحمدك ونشكرك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونثني عليك الخير كله، نعبدك لا نشرك بك شيئا، نوحدك لا نبغي غيرك ربا وإلها وحكيما. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل وسلم وأدم وأنعم على الحبيب محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى سائر أنبيائك المرسلين، ورضي الله عن كل الموحدين من آدم إلى آخر من يتلفظ بالشهادتين موقنا بهما قلبه إلى يوم الدين. يقول عليه الصلاة والسلام: من أصبح آمنا في شربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. يعيش الإنسان في أمن ولا يقدر هذه النعمة، فرمشة عين تهتز الأرض فإذا بالإنسان يفقد نعمته الأمن. فترى الناس يخرجون هائمين من بيوتهم، فكم بنوا من بيوت وكم فرشوا وكم وكم وكم. ولكن يتركون كل ذلك ويسيحون في الأرض هائمين، يفرون من بيوتهم التي كانت هي مأواهم ومستقرهم. إنه أمر الله، وأمر الله تعالى بين الكاف والنون. فالله تعالى سبحانه عز وجل يرسل هذه الإنذارات، وأعجب لبعض التعليقات التي يقول أصحابها إن الزلازل هي مسألة طبيعية وأنها تقع في كل الكون ولا علاقة لها بالمعاصي. يا أخي، نحن نتحدث بإذن الله تبارك وتعالى على المسلم الذي يؤمن بالقرآن ويؤمن بسنة ولد عدنان. حينما اهتزت المدينة على عهد عمر رضي الله عنه، صعد على المنبر وخطب خطبة الإصماء وقال:
والله ما اهتزت المدينة إلا لحدث أحدثناه فيها، والله لو عادت ولم تتوب ما ساكنتكم فيها أبدا، بهذا اليقين، بهذا اليقين. قد يأتيكم أمر الله تعالى ضحا ونحن نلعب، أو يأتي ليلا ونحن نائمون، كل ذلك لكي يستفيق الناس ويعرفوا أن الأمر جد، وأن للكون رب يجب أن يطاع فلا يعصى. وأن يشكر ولا يكفر، وأن يعبد ولا يشرك به. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله. بلغنا عن طريق بلاغ وزارة الداخلية أن عدد الذين قضوا في الزلزال، عدد الشهداء، يصل تقريبا إلى 300 شهيد، أغلبهم في منطقة الحوز. فأسأل الله تعالى أن يتقبلهم عند الله شهداء. اللهم تقبلهم عندك شهداء. اللهم يا ربي عظم الله أجر أهليهم وربط على قلوبهم، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. اللهم اربط على قلوب ذويهم، اللهم ارزقهم الصبر والسلوان، اللهم احمهم واحفظهم يا رب، يا رب يا رب يا رب يا رب. والجرحى أيضا اللهم عجل بشفائهم، اللهم أقيمهم أصحة معافون، اللهم يا رب داويهم، اللهم يا رب اشفهم، اللهم يا رب نسألك أن تعجل بشفائهم. آمين آمين. أما المتضررين في منازلهم وفي بيوتهم، سألوا الله أن يربط على قلوبهم وأن يحفظهم وأن يعوضهم خيرا. ولذلك نسأل الله تعالى سبحانه أن يجمع شمل المغاربة كلهم ليقوموا بإذن الله بواجب الوقت في هذا الوقت بالضبط، أن يتداركوا إخواننا بما يستطيعون من الدعم ليعينهم على الخروج من هذه الأزمة وامتصاص هذه الصدمة. فالمؤمن يعرف في مثل هذه الظروف، المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، مثل المؤمنين في تودهم وترحمهم أكثر، الله يجزيك، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. فلنتجند جميعا وخاصة في إطار جمعيات المجتمع المدني والقائمين بالعمل الاجتماعي من الشباب الطيب المتحفز الذي رأيناه في كثير من المناسبات ينتفض ويتحرك ويستفرغ كل الجهد من أجل القيام بالواجب. لا إله إلا الله. اللهم يا رب يا سيدي يا مولاي اجعل هذا الزلزال بردا وسلاما على أهل المغرب كلهم وفي كل مكان يا رب. وأسأل الله، أسأل الله، أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يكون ذلك سببا في مراجعتي أنفسنا ودافعا يدفعنا نحو التوبة والأوبة.
أيها الإخوة، أكثروا من الاستغفار والتوبة والأوبة، فما أنزل الله من بلاء إلا بذنب اقترفناه، وما يرفع الله ذنبا إلا بتوبة للذنب نحدثه، فهيا بنا. السلام السلام، جزاك الله، بارك الله، الله يجزيك خير، الله يجزيك خير. فهيا بنا نحدث لهذه الذنوب توبة، ليرى الله منا أننا فعلا نستفيد من هذه الآيات، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم لا تأخذنا على حين غرة، اللهم ارزقنا حياة سوية وموتة، اللهم ارزقنا حياة هنية وموتة سوية، ومردا إلى الله غير مخز ولا فاضح. حبيب عين السوق يخبرني الآن أن وزارة الداخلية أعلنت عن 632 شهيد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم تقبلهم عندك شهداء يا رب، اللهم تقبلهم عندك شهداء يا رب، اللهم اربط على قلوب أهليهم، اللهم اربط على قلوب أهليهم. سيدي علي الأخ نتاع نفسي علي، حفظك الله ورفع الله قدرك، وجزاكم الله خير، وأصلح أولادك، ورحم الوالدة، رحم الله تعالى الميتين من أحبابك، وأسأل الله يجعلنا وإياكم المتحابين في الله، المتزاورين في الله، وأن يحشرنا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أبو عماد الحمداني، آمين آمين آمين. ياسين أدرار، اللهم ادفع عنا البلاء والبراكين والزلازل والمحن وجميع الفتن، ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نستودعك جميع المسلمين والمسلمات في هذه البلاد وفي كل بلاد وأرض الدنيا، واجعل ما أصابهم خيرا ونعمة عليهم. اللهم احفظهم فأنت خير الحافظين. لا يا مصطفى، نسك نسك زين. اللهم يا رب ارحم والدينا ووالديكم، وارحم جميع أموات المسلمين يا رب كريم. وده لطفك يا ربنا بإخواننا في المغرب، احفظهم بحفظك فأنت خير الحفظ وأنت أرحم الراحمين. لا إله إلا الله. أم إيمان، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سنوسي البركاني، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكري حسين، وعليكم السلام من أمستردام. سلمكم الله يا إخواننا في كل أرض الدنيا. كريم وداه، لطفك يا ربي بإخواننا في المغرب، احفظهم بحفظك الكريم. عيسى عيسى، اللهم تغمدهم برحمتك الواسعة، عظم الله أجركم. لا أراكم الله مكروها في من تحبون يا إخواننا، يا من تعزوننا. لا إله إلا الله. راديو جي بيتا بن إبراهيم، وعليكم السلام. سمير بويا، ربي يستر ويرحم الشهداء ويشفي المرضى، امين يا رب. سيدي علي، نحبكم في الله، احبكم الله سيدي، وحشر واياكم في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله. نسالكم الدعاء، اسال الله يكرمكم ويرفع قدركم،
اللهم احفظ هذا البلد واجعله بلدا آمنا. اللهم ارحم شهداء الزلزال واشف الجرحى واحفظ المغاربة أجمعين والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. جزاكم الله خير يا سيدي يا سي علي، جزاك الله خيرا. زهير العروبي، وعليكم السلام، كيف حالكم؟ الحمد لله، سأل الله أن تكونوا أنتم أيضا في أتم النعمة. عبد الرزاق الغوري ولا الغوغي، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال. هذا هو كلام المؤمنين، فلا رد لقضاء الله، لا رد لقضاء الله، لا رد لقضاء الله. عماد بوديشات، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبد المجيد شقرون، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. منير محمد، ربي يرحمهم يا رب. كم عدد الشهداء لحد الآن؟ زهير العروبي تقريبا الآن على حسب ما بلغني من بعض الإخوان الذين كتبوا التعليق وصل الأمر إلى أكثر من 600 شهيد. لا إله إلا الله. أجرام 20، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، آمين. لا إله إلا الله. نردين إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، صدق الله مولانا العظيم. سورة الرعد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أجرام 20، إنا لله وإنا إليه راجعون. تعازينا الحارة لجميع موتانا وموتى المسلمين. محمد الموثق، لطفك يا ربي لطفك. لا إله إلا الله. سفيان المساوي، عدد الشهداء 632 لحد الآن على حسب تصريح أو بلاغ من وزارة الداخلية، هذا كما يقول الأخ. محمد متقي، متق، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء، آمين يا رب. اللهم حلمك يا رب، عاملنا بلطفك، عاملنا بما أنت له أهل، ولا تعاملنا بما نحن له أهل، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. شكري حسام ولا حسين، آمين يا رب. عادل الشيخ، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم الطف بنا يا رب. إخواني، يقول الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم ويستغفرون. أكثروا من الاستغفار، فهو إن شاء الله أمان من الأمانين الذي أنزل الله في كتابه. سيدي علي، نحبكم في الله، معك أخوك السي علي مرجان. نعم نعم، حفظك الله ورفع قدرك ودي السي علي، بارك الله فيكم. عبد الرحمن قلب، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم ارحمهم يا رب جميعا. حسن محبة، لا حول ولا قوة إلا بالله. أبو عماد، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. توفيق حاج محمد، بارك الله فيكم، إنا لله وإنا إليه راجعون، آمين آمين. أبو عماد، آمين آمين. في اللاهرية، رحمة الله عليهم أجمعين. توفيق حاج محمد، آمين آمين. فاتي تبجي، اللهم آمين. حبيب عين السوق، وزارة الداخلية أعلنت 632 قتيل، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ياسين أدرار، اللهم ادفع عنا البلاء والبراكين والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم نستودعك جميع المسلمين والمسلمات في هذه البلاد، واجعل ما أصابهم خيرا ونعمة عليهم، اللهم احفظهم فأنت خير الحافظين. الله يا رب يا رب.
جماعات فروقة، نسألك يا اللطف يا الله، ألطف بنا يا الله. أبو مروى السبتي، أمين. أقرام 20، ردنا إليك يا ربي ردا جميلا، أمين. توفيق حاج محمد، اللهم اجعلهم في رياض من رياضات الجنة، آمين يا رب يا رب يا رب يا رب. احشرهم مع نبيك عليه الصلاة والسلام، لا إله إلا الله. خطابي رشيد، نسأل الله أن يحفظكم جميعا ويرحم جميع المسلمين، آمين يا رب. ياز مياز ولا ميسة، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء إليك، اللهم اغننا بالافتخار إليك ولا تفخرنا بالاستغناء عنك. ملفي خليفة، ربي يرحمه جميعا، أمين يا رب. هشام أشباك، اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا. ياز ميساء، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. فوزي العلوشي، وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أيوب الزهري رحمهم الله وغفر لهم جميعا، واهدينا نحن إلى صراطك المستقيم. بن زيدان، بن زيدان مجدو. أين جمعيات المجتمع المدني التي تنخر ميزانيات الدولة؟ أين هؤلاء؟ مما يجري؟ أنا أغتنم هذا المباشر في هذا الوقت المبكر لكي ألتمس وأبرق بصوتي إلى قلوب حية مفعمة بالإيمان من مسؤولي الجمعيات المجتمع المدني التي تعمل في مجال العمل الاجتماعي، أن تتحرك الآن قبل أي شيء، الآن قبل أي وقت آخر، فهو واجب الوقت لكي تقوم بواجب التكافل ومواساة إخواننا المتضررين في تلك المناطق يا رب. حافظ بهجة، إنا لله وإنا إليه راجعون. بودو عبد اللطيف، اللهم ارحمهم جميعا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. حفظكم الله ورعاكم. موتى وكيل، أمين يا رب. أقرم 20، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو أتوب إليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ميلود الأبيض، لا إله إلا الله محمد رسول الله. أبو عماد الحمداني، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاش محمد، فين هادشي؟ زلزال ضرب المغرب وخاصة منطقة الحوز بمراكش ومراكش وأكادير وفي بعض المناطق على تفاوت في درجات الزلزال، فكان أقوى منطقة، كان أكبر منطقة يسجل فيها أعلى معدل للزلزال هو في هذه المنطقة، منطقة الحوز، 7 درجات على سلم ريختر. محمد الديك، جزاكم الله خير ونحبكم في الله، أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه. طيب الطيب، نستغفر الله ونتوب إليه، اللهم لطفك بأهلنا في المغرب. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا يا من تواسوننا خارج المغرب، جزاكم الله خير، ولا أراكم الله مكروها يا رب في أبدانكم وبلادكم وأموالكم وأحبابكم، حافظكم الله من كل مكروه. المهدي مهدي، نسأل الله السلامة والعافية فإننا ضعفاء، لا إله إلا الله. أنا السطون،
اللهم ارحمهم برحمتك الواسعة يا رب. توفيق الحاج محمد، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله مولانا العظيم. أبو يونس حفيظي، جزاكم الله خيرا. يا زميسة، اللهم ادفع عنا البلاء والبراكين والزلازل والفتن ما ظهر منها بوطن والطف بنا، ليس لأننا نستحق بل لأنك رحيم رحمن. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، جزاكم الله خير، جزاكم الله خير على هذه الدعوة. وعيد هذا الدعاء والله إنه يستحق أن يكرر. اللهم ادفع عنا البلاء والبراكين والزلازل والفتن ما ظهر منها وبطن، ليس لأننا نستحق فنحن ظالمون، ولكن لأنك رحمن رحيم فعاملنا بما أنت له أهل، ولا تعاملنا بما نحن له أهل، عاملنا بإحسانك لا بعدلك، فإنك إن عاملتنا بعدلك هلكنا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك. أبو يوسف حفيظي، جزاكم الله خيرا. سيدي علي، حصيلة محينة، تحيين النتائج للزلزال. المغرب يسجل 632 حالة وفاة، وأنا أسميهم شهداء. استشهاد 632 شهيد، و 329 إصابة جراء زلزال الحوز. إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن هذه الإحصائيات المحينة لأثر الزلزال في مجال الأرواح، فلقد انتقل إلى الباري تعالى واستشهد 32,600، وإصابة 29,300 جراء زلزال الحوز. إنا لله وإنا إليه، رحم الله الشهداء وربط الله على قلوب ذويهم وشافى الجرحى. رشيد الزهري، اللهم ارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين. حسن البرقي، اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، آمين يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من الزلازل والبراكين، وصلى الله وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عبد الغني الدليمي، عظم الله أجركم وغفر لموتاكم، اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وبطن، رفع الله عنا البلاء. وأنتم كذلك، لا أراكم الله مكروه فإن تحبون، حفظكم الله من كل مكروه. يا من يواسينا ويعزينا من خارج أرض الوطن، صلوا الله يحفظكم ويحفظ ذويكم ويحفظ بلادكم ويمتعكم بالأمن والأمان والصحة، وأن يرزقكم رغد العيش في طاعة الواحد المنان ومتابعة سيد ولد عدنان. أم حفصة، أستغفر الله وأتوب إليه. عبد الإله عليتي، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد، اللهم سلم اللهم سلم اللهم يسلم يا رب سلم. أبو يونس حفيظي، جزاكم الله خيرا، أكثروا من الدعاء. إنا لله وإنا إليه، نعم، ندعو الله تعالى ونجأر إليه في كل وقت
أن يحفظ هذا البلد وأن يرحم الشهداء وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. لا سيدة الحمد لله، الله يحفظكم، الله يرفع قدرك، الله يجزيك بخير، أحبكم الله، الله يرفع قدرك يا سيدي، الله ينورك، الله يرفع قدرك، الله يجعلك من القرحة، الله يكرمك يا سيدي، الله يرفع قدرك، الله يجزيك بخير، بارك الله. نعم، ندعو الله تعالى كثيرا. يقول تعالى في كتابه الكريم: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. الله تعالى لا يعبأ بكم لولا دعاؤكم. فنحن بإذن الله تعالى رأس مالنا الدعاء، والفقر إلى الله، والذلة بين يديه، والانتراح عند عتبته، والاستغاثة به لينجينا من أهوال الدنيا وعذاب الآخرة. محمد قلاوي، اللهم ارحمهم. أديم ليلى، أمين. الله، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. زهير العروبي، الله أكبر. عبد الغني بالخير، ربي يحفظكم وأنتم كذلك. عبد الغني بالخير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أبو يونس، قلوبنا معكم من الإمارات، حفظكم الله من كل مكروه. حفظ الله تعالى شعب الإمارات، حفظ الله تبارك وتعالى المسلمين أن كانوا حيث تعينوا. أقرام 20، اللهم ارحم الضحايا وألهم ذويهم الصبر والسلوان. محمد العربي شعره، وعليكم السلام وبركاته. توفيق حاج محمد، من مات يوم الجمعة يا شيخان الفاضل أكمل، من مات يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة فإن الله تبارك وتعالى يعفيه من سؤال منكر ونكير. أسأل الله يتقبلهم شهداء. محمد العربي الشعرو، يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وقسمت لك رزقك فلا تتعب، فإن رضيت بما قسمته لك رحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا، وإن لم ترضى بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البرية، ثم لا يكون لك فيها إلا ما قسمته لك وكنت عندي مذمومة. الله، محمد العربي شعره، أفلم يسيروا في الأرض فتكون قلوب يعقلون بها أو أذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الله، أشرف إبراهيم، نسأل الله العفو والعافية. عمر نجاري، اللهم سلم يا رب. ضاك أمجاد، الله يرحمهم ويهدينا أجمعين، لكن المشكلة أن الناس بعدوا على طريق الله. نتمنى ونسأل الله أن يكون هذا سببا في رجوع الناس إلى الله. يا رب يا رب، هذا هو رجاؤنا. محمد العربي شعرو، رب اجعل قلوبنا عامرة بالظن الجميل، واجعل ما تبقى من عمرنا في طاعتك ورضاك، واذق قلوبنا بر عفوك وحلاوة الإيمان بك، وافتح مسامعنا لذكرك. رب سخر لنا أحبابك ويسر لنا أسبابك، واجزنا خير ثوابك. رب كلنا حبيبا وكلنا قريبا ولدعائنا مجيبا. رب ارضى عنا رضا لا نحزن بعدها أبدا، ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين. أحمد بغيمات، حفظكم الله ورعاكم ورحم الله موتاكم والشفاء للمصابين، آمين يا رب. زهير العروبي، راه ضرب حتى عندنا الزلزال في إيطاليا على الساعة الرابعة زوال، أي بعد الزوال، لكن في البحر. صلى الله يحفظكم ويحفظ المسلمين أن كانوا حيث تعينوا. تهامي التواتي، اللهم اغفر لهم وارحمهم.
محمد العربي شعره. اللهم اجعلك اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لنا في القبور احبه تركوا الدنيا وذهبوا الى دار الحق، اللهم نور قبورهم واجعلها روضه من رياض الجنه، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، امين يا رب، امين يا رب. محمد الصحراوي، محمد من مدينة بوجدور. بوجدور ليس فيها زلزال، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، حفظكم الله حفظكم الله. محمد الصحراوي المغربي، وعليكم السلام، من مدينة بوجدور. نعم ليس فيها أنوار عكاشة. الله أكبر، قلوبنا معكم. جوهر الكلم 632 بيان رسمي نتاع الشهداء. الله أكبر. طاهر بكوش من الجزائر، إن شاء الله سلامات، حفظكم الله في الجزائر، حفظ الشعب الجزائري المسلم يا رب من كل مكروه وجميع الشعوب الإسلامية. مدين أخاه، نسأل الله أن يردنا إلى دينه مردا جميلا. أحمد غيمات، نعزيكم من الأردن، حفظكم الله ورفعك ورعاكم. تحياتي للشعب الأردني الطيب، أسأل الله يسلمكم من كل مكروه وأن لا يريكم مكروها فيما تحبون، وحفظكم الله بما حفظ به الذكر الحكيم. خالد أيت حميدتي، اطلب للناس مراكش التوجه لمراكش تحقن الدم. نعم ذكرني هذا الأخ خالد أيت حميدي، فإني أدعو بإذن الله المواطنين كافة المواطنين للتوجه إلى مراكز تحقن الدم بمراكش وبالجوار للتبرع بالدم بإذن الله تعالى لإنقاذ إن شاء الله الجرحى النازفين، فمن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. المهدي مهدي، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. محمد الصحراوي المغربي، نتمنى التوفيق والنجاح الدائم في الحياة الدنيا والآخرة. الفرح يعقوب، ما تحركت الأرض تحت قوم إلا لكثرة ذنوبهم. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، جميع المصائب متوقعة في زمن الخبائث. مصطفى قسطنطين، عظم الله أجركم يا أهلنا وأشقائنا في المغرب الشقيق، مصطفى من الجزائر، حفظكم الله يا أهل الجزائر وجزاكم الله خيرا. أترككم في رعاية الله. إذن العمل واسمه، أدعو الله تعالى للشهداء بأن يتقبلهم الله الشهداء. عزاؤنا لأهل هؤلاء الشهداء، أدعو الله تعالى يعجل بشفاء المرضى. أدعو جمعيات المجتمع المدني للتحرك لأجل نجدة إخواننا وإسعافهم والتكافل معهم في هذا الوقت العصيب. رابعا أدعو كافة المواطنين بإذن الله التوجه لمراكز تحقن الدم بمراكش للجود بإذن الله بدمائهم استنقاذا لأرواح بعض من نزف. جزاكم الله خيرا وأكرمكم الله، وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد، والحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.